هاني فتحت انت اول مره تروح غزه وخايف في الموضوع خلفيات الموضوع هذا كان هذا الكلام تقريبا يعني بعد محمد مرشي وكذا كلام اللي هو موضوع غزه هنا كان هاني كلام قال لي لو الواحد يريد غزه هل تفتح عادي يعني قلت والله عن نفسي بشوف الناس رايحه وجايه في هذا الشيء كل واحد جاي رايح جاي على غزه في شيء مش مخاطر قال لي طيب خلاص انا عايز انزل غزه قلت له على علم الله قال لي تعال خذ هناك يعني بيت البيوت قلت له انا بيت البيوت وصحابي حالي يعني اخوالي وكذا يعني وانا هناك غزه الامر سهل يعني لا خلاص هاجي انا معي كمان ثلاث شباب يعني شلون احمد فيصل كم ومحمد سليمان وعامر عامر ده اسمه ايه؟ لا مش عارف عامر ايش انا كان محمد سليمان عامر ما شفتوش الا يومها و اما محمد سليمان شفت اكثر من مره عليه في المنصوره واحمد فيصل طبعا اخواني برضه بعض فهنا خلاص اتفقنا مع بعضين انه يجوني على عريش او حتى كمان يومها انا كنت رايح اخذ بضاعه من المنصوره ويجوا واقفين معايا في الطرفيه فرحنا على عريش هي عريش طبعا يعني اتاخرت احنا في عريش قلت لها بتروح على غزه قلت لها طبعا خالد حضرتك التفصيل على هنا خالص قلت لها طبعا على الحدود هناك في منطقه الدول صلاح الدين قد برضه حضرتك تحس انه كلامي يعني في شيء من عدم الواقعية ولكن لو حضرتك سألت لها عشان تجي واقع فعلا كلام هذا الله يديك أنت ما بقدرش أحدد التواجد بالضبط إنما لو معاك وايد كنت حددت التواجد ممكن يعني بعد حكم بوست نفسي تقريبا حاجة بسيطة والله العظيم يعني تقريبا لأن التواريخ اللي معي مش مضبوطة هنا طبعا خلاص ننزل أو ننزل الحدود كانت مفتوحة ساعتها في الموضوع سهل؟ سهل يعني بعد دور سيناتوري كان واصل بعد الموت فيما مسك وقبله كمان كان موت سهل ولكن انا قبله بعد سمع بسمع لكن رحت بعد بعده شفت بعين عشان ما ابقاش في السهل يعني بعد ما كنت بسمع والله فلان رايح جاي والله فلان رايح جاي فلان شافني كثير كثير انما